كنا بنتكلم عن خدمة التسجيل الإلكتروني لفئة العمال، ممكن نعرف المبادرة دي ما بين اي سي تي قطر وما بين إدارة الكوميسيون الطبي أو إدارة الصحة؟ هي في البداية نحب نشكر المجلس الأعلى للصحة على هذه المبادرة، حيث أنهم ابتدوا معنا في هو خدمة الكوميسيون الطبي للشركات، اللي هو نظام إلكتروني جديد لتسريع الخدمات، من شأنه تسهيل الخدمات اللي هي المقدمة للشركات. يتلخص هذا النظام من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الحكومي والضغط على الرابط المعين الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، ومن ثم البدء بإدخال البيانات ودفع الرسوم عبر بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالحكومة، ومن ثم تجرى طباعة الوصل وتحديد موعد الفحص لمتابعة باقي الإجراءات. هل في هناك أي خدمات جديدة يتم إضافتها للحكومة خلال العام؟ نعم، بإذن الله. يعني حكومي هو يعني أطلق، يعني أنا بعطيك نبذة بسيطة عن حكومي. هي أطلقت مبادرة المجلس على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حكومي في سنة 2008 لتكون مصدر موثق للمعلومات، بلغ عدد المعاملات الحكومية اللي تمت لحد 2008 ما يقارب من 1,400,000 معاملة إلكترونية. طبعا كانت من قبل الأفراد والمقيمين والزوار والشركات. الخدمات الحالية تقريبا عددها 60 خدمة للمعاملات الإلكترونية، وما يقارب 300 خدمة للمعلومات الحكومية. هناك العديد من الخدمات القادمة إن شاء الله، منها يعني سيتم إضافة في المستقبل خدمة التوظيف الإلكتروني عبر الإنترنت وخدمة تأسيس الأعمال. كانت هناك بعض الشكاوى بالفترة الأخيرة عن خدمة مركز حكومي، هل تم أخذ إجراءات بهذا الخصوص؟ تمت بناء مركز اتصال جديد مع شركة ذات مستوى عالي، كما تم تغيير أيضا رقم المركز الاتصال اللي تم إطلاقه مؤخرا إلى الرقم 406-9999. بالنسبة للحكومة، في أي تجديد لها في المرحلة الجاية؟ يعني أنا كنا سمعنا أن في تغييرات في المرحلة الجاية بيحصل لها عملية احنا بدينا في سنة 2009 عملية تقييم شاملة لقابلية استخدام بوابة حكومي. يعني بعد الانتهاء من هذه العملية ستخضع بوابة حكومي لعملية تطوير شاملة لجميع الخدمات ومن اللوك اند فيل والمظهر العام، وسيتم إضافة أيضاً مميزات وخدمات مساندة جديدة مثل SMS ومثل قنوات الاتصال، وأيضاً يعني تهدف أيضاً هذه الشغلات الإضافات الجديدة لتقريب الخدمات الحكومية من الجمهور.